السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فرح ملوك. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوة اللي هي قديمة ماشي جديدة ولكن زوينة، كيقولوا لها الحلوة التونسية ولا الحلوة ديال المعمول، وكلها كيفاش كيصايبها، الطريقة اللي كيصايبها بها، كيدير فيها القرقاع ولا مع الزبيب ولا اللوز، المهم كيبقى على حسب الاختيار والذوق ديال كل واحد. اليوم انا حبيت باش نشاركها معكم بهذه الطريقه هذه. فانا عندي هنايا 100 غرام ديال القرقاع و50 غرام زبيب و50 غرام البيستاج، غادي نحتاجو فقط للتزيين. وعندي واحد العلبه ديال دانون، حك ديال دانون، وعندي 250 غرام ديال الزبده ديال الحلويات، نص كيلو ديال دقيق الفرش. هنايا عندي معلقه كبيره ديال سنيده، تقدروا تستغناو عليها الا ما بغيتوش ديروها. وعندي واحد الفاني، ولا ديروا القشور ديال الحامض، عاده هي كتصايب القشور ديال الحامض باش كدير ديك النسمه ديالو، ولكن انا ما كتعجبنيش النسمه ديال الحامض فكنعوضها بالفاني. ثم عندي لاسي اللي غادي نديرها فيه من مورا فاش تخرج من الفرن. فهادو المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله باش نصايبوا الحلوه ديالنا. كيف كتشوفوا مقادير بسيطه وسهله وماشي يعني ماشي مكلفه بزاف، فنخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ونبداو على بركه الله. غادي نطربوا الزبده، كتشوفوا معايا نديروا الزبده ها دانون، معلقه ديال سنيده، ونزيدوا الفاني. غادي نطرب دابا هادو مزيان حتى نحصل على كريمه، ومن بعد عاد غادي نضيف الدقيق. فهذا العجين كنحصل عليه بحال هكا، انتما شفتوا راه درجه لو بتو بحال هكا باش نشوف واش هو هذاك مزيان، ما كيكونش مرخي وما كيكونش في نفس الوقت قاسح. المهم تقدروا تكملوا يعني بالعجانه ولا تخلطوها باليدين، واخا هي باليدين كتجي سهل واحسن. فدابا شنو غادي نديروا، غادي نجيبوا الطابع بحال هذا الشكل، انا درت له الفيلم اليمونتير باش ما نبقاش يلصق ليا العجينه لداخل. كنجيبوا واحد العجينه بحال هكا كنلول بوها، ومن بعد كنحلها بحال هكا باش غادي نعمرها، غادي نفيها القرقاع بهذا الشكل، شويه ديال الزبيب هكا، وغادي ندخلهم من الداخل نبقى كنجمعهم بحال هكا. حاولوا ما نعمروهاش بزاف باش ما تقبش لينا العجينه وما يجيناش الشكل ملي ندخلوها في الطابع ما تجيش متقبه. كنختار اي زواقه من هادو بغيت، الا ما عندكمش هاد الطابع هادو تقدروا ديروا غير داك العصارات الليمون، داك القالب فين تنعصروا الليمون تقلبوه وتخدموا به، حتى هو كيخرج واحد الزواقه قريبه لهادي. فوالا يجي الشكل بحال هكا. ولا تقدروا ديروهم في القياس غير صغار ولا موين، المهم هذيك الاولى اللي صايبت فهذيك بالنسبه لها بغينا نصايبوا الشكل ديالها يجي كبير، ولا بغيناها تجي موين فتناخذوا غير هذا المقدار ديال العجين. انتم غتشوفوا دابا هذه في القياس ديال موين كيفاش غادي تخرج. فكنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكونتيتي اللي عندنا.
تقدروا تعودوا منين ديروها في المول، تعودوا تضغطوا عليها بالفيلم انيمون تيرنيت بحال هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، باش ما كيبقاش في هذاك لاطراس ديال الصباع ولا ديال اليدين فاش كنكونوا تنضغطوا. فدابا غادي منين غادي نكملوا غادي ندخلوها للفرن كيف شفتوا معايا وما درتهم في اللاطه. منين كتخرج كنخوي عليها كنديرها في العسل حتى تشرب داك العسل، ومن بعد كندير من فوق منها شويه ديال البيستاج بالتين، وهذا الشكل النهائي ديالها. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها اللي ما فايتش مجربها فهي كتجي زوينه. وكنشكركم على المتابعه ديال الفيديو، نلقاكم في فيديو قادم باذن الله.